منتدى الحياة. موضوعنا لليوم نظرة التونسي للتكوين الأكاديمي وللتعليم بصفة عامة في ظل وجود برشا أصوات الحقيقة شفناها حتى مؤخرا كما صانعي المحتوى اللي يتبجحوا بمستوى التعليمي الضعيف اللي ليهم في بلاتوات تلفزية، كما برشا ناس أيضا يدعوا للانقطاع المبكر عن الدراسة. ما زلنا مواصلين معكم. حاضر معنا مباشرة من فرنسا عبر سكايب الباحثة في علم الاجتماع نسرين بيبي القاسم. أهلا وسهلا ومرحبا بك. مرحبا أهلا نصر الدين، نشكرك على الاستضافة عايشة. شكرا لك نسرين على الاستضافة وعلى الحضور معنا. نسرين، اليوم شنية نظرة التونسي للواقع التعليمي وللتكوين الأكاديمي في تونس؟ والله هي الرؤية تختلف، يعني ما نجموش نقولوا اللي القراية ما عادش عندها قيمة وإلا الأولياء ما عادش حريصين على القراية، يعني ما نجموش ننكروا الحاجة هذية، خاصة ونحن نشوفوا يعني الحرص الدائم بتاع الأولياء إنهم ديما ماذا بهم صغارهم يكونوا في أحسن مراتب، يكونوا يقريوهم دروس تدارك ساعات، ولينا تو نشوفوا تلميذ يقرأ في ماتير بثلاثة إتيودات يوجو لهم في التعليم الجيد باش بعديك يوفروا لهم حياة جيدة ومكانة جيدة في المجتمع. ولكن النظرة هذه تختلف، يعني مش كيما عند الأولياء كيما عند التلميذ في حد ذاته، خاطر نعرفوا التلميذ يكون في عمر حساس نتاع المراهقة أي شيء يتأثر به وما تكونش عنده نفس النظرة نتاع الولي نتاعو، خاصة يعني المؤشرات الكل تدل اللي اليوم الأطفال وإلا المراهقين ما عادش أكلي يحبوا القراية كيما قبل، ما عادش أكلي ينجم يقعد يقرا سوايع برشا والا يقرا برشا ماتيارات. دونك لهنا نحكيو على الاختلاف ما بين لي جينيراسيون، يعني مش كيما نظره الوالي للتعليم كيما نظره التلميذ والا الطفل للتعليم. واضح نسرين، اليوم نحكيه على جملة من الأسباب اللي قد تؤدي إلى الانقطاع المبكر عن دراسة وإلى تراجع نظرة التونسي للتعليم بصفة عامة، كما مثال الأسباب الاجتماعية، الأسباب الاقتصادية، أيضا حتى الجانب النفسي وللولي وللتلميذ أيضا على حد سواء. كيفاش نجمو نفسروا الأمر هذا؟ هو بالنسبة للانقطاع المدرسي كظاهرة هي مرتفعة، يعني من سنة إلى أخرى نشوفوا نسب مرتفعة نتاع انقطاع مدرسي وما لقيناش الحلول الجذرية للحد من الظاهرة هذية. بالنسبة للأسباب يعني فما أسباب عديدة ما نجموش نربطوها بسبب واحد، صحيح فما مثلا الأسباب الاقتصادية نتاع العائلة إنه الصغير، خاطر نعرفوا في بعض الأحياء الشعبية مثلا يكون الصغير هو يتحمل مسؤولية العائلة، تقام اللي هو في عمر صغير يخدم والا يعاون في بوه، دوك ما عادش ينجم يوفق ما بين الدراسه والعمل. زاد نلقاو مثلا في المناطق الريفيه مثلا البعد نتاع المدرسه على المكان السكنه وما فماش وسائل النقل، الوزاره ماهيش موفره الحاجه هذه، دوك يولي ينقطع على الدراسه. زاد فما التاثيرات، يعني انه المراهقين كيف ما حكيت يكونوا في عمر حساس يتاثروا ببعضهم، هذا يدخل في النفس علم النفس الاجتماعي انه يتاثر مثلا مثلاً بزميله اللي انقطع على الدراسة، إنه مثلاً يقول القراية في تونس ما توصلش، خاصة إننا نعرفوا طو في تونس نعيشوا في وضعية إنه القراية بالحق ما عادش كلي عندها القيمة نتاعها، إنه طو في تونس على قد ما تقرأ على قد ما تفقد القيمة نتاعك، يعني في الدولة ككل، يعني سواء على مستوى العمل سواء على مستوى القيمة، وهذا كل لاحظناه مثلاً من هجرة الأدمغة، إنه مثلاً الأساتذة اللي يتعرضوا للعنف كي يحتجوا للمطالبة بحقوقهم، يعني برشا حاجات تخليك تقول اللي المؤشرات هذه اللي تونس ما عادش تعطي قيمة للقراية ولا تعطي قيمة لأشياء أخرى. مثلا كيف ما أنت جبت من الأول على حكاية المؤثرين، قداش عندك نومبر دو فيو، قداش الناس تتبع فيك، يعني ما عادش كلي نقيموا الناس بالمستوى التعليمي متاعهم وإلا كفاءتهم العلمية وإلا ثقافتهم. وراي الثقافة ما ترتبطش كان بسنوات الدراسة ولا أنت قديش عندك شهادة، الثقافة راهتنا الإنسان لازم يكون عنده مستوى ثقافي محترم، يعني باش ينجم يتحاور باش ينجم حتى كي يجي في منبر إعلامي كما نقولوا ما يتحايلوش عليه وإلا يعرضوه أسئلة تخليه يتحط في موقف محرج. دونك كي نحكيو على الثقافة ولا التعليم ولا كي يكون عندك مستوى ثقافي
تخلي اللي مخك مفتوح وتخليك تنجم تتحاور وتنجم تتفاعل وما تتعرضش حتى للإهانة من قبل المجتمع ككل. نسرين، حكيت على التصريح الأخير للمؤثرة ضحى العريبي، وين نجم نبوبوه تصريحها هذه؟ هل إنه ينجم يمثل استفزاز للمنظومة التربوية بصفة عامة في تونس؟ هو بالنسبة للتصريح، يعني أنا ما نحبش نحكي على الأشخاص، ما نحب نحكي على الظواهر، وهي يعني هذوما صانعين المحتوى والأشخاص، سواء كان على الانستغرام، فيسبوك، تيك توك، اليوتيوب، يعني هذوما يعني فئات جديدة ظهرت في المجتمع، يعني لازم يعني عندهم مكانة، ما نجموش نحن اليوم ننكروا المكانة نتاعهم. خاطر أنت كي تحكي على أشخاص يقول لك يتبعوا فيا نمبر كبير، يعني شكون هما هذوما؟ هما بطبيعتهم توانسه اللي تبعوا فيهم، يعني ما نجموش نقولوا لا ما همش موجودين ولا ما عندهمش مكانه. ولكن التصريحات المزعجه والا اللي تستفز المواطنين والا اللي تخلي التعليم يزيد يفقد القيمه نتاعو، وما نلقاوش في حتى تدخل، يعني لا من الوزاره لا من الهيكل لا من الناس تراقب بالحق اللي شنو اللي يقع بثه في الاعلام. خاطرني انا ديما نقول راهو كان المجتمع نتاعنا راهو كان باش يتصلح، لازم اول حاجه نصلحوا الاعلام. الاعلام راهو عنده دور كبير، اذا كان انت تحب تمرر حاجه راهو تمررها عن طريق الاعلام. وبربي كلمه بيناتنا كوموند هذيا ماذا بينا نحيوها جمله واحده، خاطر يعني الطو هذيا الموجود في الاعلام، يعني انت كي تحل القنوات الكل تلقى نفس الاشياء ونفس المحتوى قاعد يتعاود في القنوات الكل وفي البرامج الكل. يعني اش معنى احنا نسكروا التلفزه وما عادش نتفرجوا؟ مش هذا الحل. الحل ان نغيروا المحتوى. يعني اليوم كي انت تلقى تصريح كيف هكايا، يعني يكون اللوم الكبير على الصحافي اللي في بعض الأحيان يستغل مثلا أنه باش يعمل نسبة مشاهدة كبيرة، ولا باش يعمل خاصة أو ما يعرف بثقافة البوز اليوم. اي ظاهرة البوز هذه اللي ظهرت، خاطر قد ما يبدا عندك نومبر دو فيو ولا تعمل ضجة في المجتمع، دونك هو برنامج ناجح يمثل يكون عندك سكسي. النجاح هذا باش يكون بالاستفزاز، خاطر نعرفوا نحن مثلا فما مواضيع معينه تستفز المواطن التونسي، مثلا تجبد على الدين، تجبد على الجنس، تجبد على التعليم، هذوما حاجات مواضيع حساسه جدا. يعني انت كي تحكي تجيب تربط حاجه بحاجه اخرى، مثلا تربط المستوى التعليمي اللي ماهوش جيد والانقطاع المدرسي بالماديات، لهنا يعني انت كاينك تستفز في المواطن التونسي، يعني سي نورمال باش يتفرج وسي نورمال باش ينقد. ورينا برشا نقد حتى من مثلا من باحثين في علم الاجتماع والا صحفيين، يعني الموضوع يعني مس الناس بدرجه كبيره. انا ديما اللوم يعني الاغلبيه على الصحافي، كيفاش حتى في برامج اخرى مش كيف البرنامج هذاك في حد ذاته، ساعات الصحافي يستغل الضيف، والا مثلا حتى رينا مثلا مثلا قداش من مره برنامج اعلامي يخلق فتنه ما بين الاشخاص وعرق، يعني مثلا يعني يستغل الوضع. انت كي تجيب ضيف وتساله اسئله سي نورمال هو باش يحكي بكل صراحه، يعني والا باش يذكر الحاجه اللي هو عاشها، فهمتني؟ والا مشكله ما بينه وما بين شخص، يعني انت تستغل الوضع هذاك، هذا اللي ماهوش به. ولكن لا الاعلامي باش يتضرر ولا الضيف باش يتضرر، هما بالعكس. يعني كانت العبارات واضحه في البرنامج، يقول لك انا بالعكس بالعكس تو باش ناخذ نومبر دو فيو كبير، والموضوع نتاعي باش يولي موضوع الساعه، حديث الساعه. نحن نعرفوا الازمات اللي تمر بها تونس الكل، نعرفوا اليوم عندنا الابتداع نتاع المجلس التاسيسي، يعني ولكن تشوفوا الموضوع هذايا نتاع يعني البرنامج، يعني خذاه هو الصدى الكل وخذاه الوقت الكل وهو اللي تحكي فيه اكثر، على خاطر مس التوانسه. يعني علاش انا قلت راهو الاختيار المواضيع واختيار الاشخاص هو اللي يخلق البوز هذا، خاطرك تستفز الناس. وانا حبيت نزيد نحكي على حاجه اخرى، مانيش انا باش ننظر من الزاويه نتاع الكيمه الناس خذاو يعني الموضوع تناولوه نتاع الانستغرامز، يعني كيفاش دخلت حكيت على يعني كيفاش هو ربط لها ما بين الجانب الدراسي والفلوس. انا حبيت ناخذ الموضوع من زاويه اخرى، خاطر هي
حكيت موضوع بالحق مهم اللي الناس ما خذتوش بعين الاعتبار، ما نظرتنوش بعين الاعتبار، انها هي كحكيت قالت انا كنت نقرا في صوت النفيماني وانا نحب الطبخ، نحب الباتيسري، نحب نعمل موهبتي هذه، ما نحبش نواصل في التعليم، هذا حقها وحق كل تلميذ. علاش يعني اليوم نلقاو اللي برشا تلامذه يعيشوا لحد الان في الوضعيه نتاعها، تلقاه قاعد في الكوليج اللي يوصل عمره 15 عام و16 عام وهو يحب يعمل تكوين، يحب يعمل طبخ، يحب يعمل نجاره، يحب يعمل فلاحه، ولكن النظام التعليمي اللي في تونس ما يخليهش يمارس الحاجه اللي هو يحبها. مكره يعني يقرا مكره. يعني هي نقطة مهمة جدا، يعني راهو مش الناس الكل لازمها تطلع طب ومهندسين واساتذة، لا، المجتمع باش يكون متوازن لازم التكوين المهني ولازم الصنعة ولازم الاستاذ ولازم المعينة المنزلية ولازم المرأة الفلاحة. راهو كي نحكيو على المرأة ما نحكيوش كان على المرأة مثلا القارية واللي عندها مستوى تعليمي وشهادات علمية كبيرة، زاد اليوم نحكيو على المرأة الفلاحة، نحكيو المرأة اللي تخدم في الـ في في في, في المعامل في المعامل، يعني عاملين عندهم مكانه مهمه في المجتمع. أكيد. يعني كحكايه هي على الوضعيه هذه راهي وضعيه تمس اغلب، فما برشا فئه في التلامذه موجوده اليوم في المعاهد وفي المدارس الاعداديه، يعني تحب تعمل تكوين، تحب تعمل حاجه اخرى هي تحبها، ولكن النظام التعليمي ولا السيستيم التعليمي بتاع تونس ما يخليهاش الفرصه انهم يمارسوا حقهم في الحاجه هذه. بالعكس هو يجبر التلميذ انه يقعد في وسط المعهد وما يستفيد حتى شيء ويضيع الزملاء نتاعو والا يخرج للشارع، ما فماش اكل حل الوسط انه يعمل حاجه اخرى هو يحبها. يعني هي كيف الحق ذكرت الحاجه هذه راهي مست حاجه مهمه برشا في السيستم نتاع القرايه في تونس اللي حطم برشا تلامذه وخليهم، هي بالعكس هي لقات ثنيه اخرى انها مثلا مشت في التيك توك والا في الانستغرام ولقات باش انها تلقى مكانه في المجتمع، وبالعكس يعني خذات صيت كبير وتشهرت بالحاجه هذيا، غيرها كيما مارسش مثلا الحاجه اللي هو يحبها والا ما عملش الحاجه اللي هو يحبها يلقى روحه يا حارق يا مثلا يبركي في الناس في الشارع يا يلقى روحه في الاصلاحيه. يعني وغيرها من المظاهر الاجتماعيه الاخرى. اي نعم، نحكيو على سيستيم نتاع تعليم راهو بالحق يضر في التلميذ ماهوش ينفع فيه، يعني علاش راهو لازم يتغير، لازم اليوم يعني بالحق انا كلمه قلت انا عاد نقولها عن وزاره التربيه فيها اكثر من 100 موظف وعلى راسهم وزير تربيه ونقاو في ازمه في التعليم. اليوم نحكيو على حجب الاعداد اللي تو متواصل واليوم التلامذة تعاديو في الامتحانات، نقاو في سياسه ممنهجه لضرب التعليم وضرب المؤسسه العموميه، نقاو سياسه زاد ممنهجه في الاعلام زاد لضرب التعليم، خاطر كي انت تعدي حاجه كيف ما هكايا انت تنجم تاخذها كيف ما كيما قريتها انا، يعني قريتها بالنظره هذه انه نجم نغيروا السيستم نتاع القرايه، يعني ننظروا لها بالمنظور هذايا اللي الانستغراموز هذه اللي تعدات يعني اليوم يعني جبدت موضوع كنا نجموا نركزوا عليه اكثر من ركزوا انها دخل في 20 مليون يعني ولا 30 مليون. يعني اليوم اغلب المواضيع اصبحت في تونس مواضيع ماديه، نحكيو على الفلوس، يعني قيمتك تتحدد بالفلوس والنومبر دو فيو بيان سور اللي موجود اللي نحكيو عليه. يعني اليوم عندك برشا فلوس وعندك برشا متابعين دونك تدخل الاعلام وتدخل التمثيل وكان لازم تولي تتحكم في كل شيء في تونس اللي هذايا يعني غلط، يعني ما لازمناش نعتمدوا على الحاجه هذايا، خاطر ينجم العباد اللي تتفرج فيك مش بالضروره هما يتفرجوا فيك يعني خاطر يحبوا الحاجه هذيك، والا فما اليوم المواطن التونسي يعيش في فراغ كبير، يعيش في ازمات كبيره، دونك هو يدخل على وسائل التواصل الاجتماعي باش يتفرج باش يشوف هذاك اش عمل هذاك الشيء اللي ما عملش، مش تكون بهدف انه مثلا يحب المحتوى نتاعك، لا بالعكس فما برشا ناس راهم يتفرجوا هكاك من الفراغ انه قلق انه يحب يشوف حاجه جديده، فما ناس تبع خاطر هما مهتمين بالحاجه هذيك. يعني علاش قلت راهو الماديات والا نسب المشاهده هذه ماهيش هي الروبير والا انك تنجم تحكم على نسرين. يعني حكيت على تراجع قيمه المنظومه التربويه وتراجع قيمه التعليم بصفه عامه في تونس، خصوصا كي نشوفوا الخطابات هذه من النوع هذا
معنيش نحكيه على الأشخاص، ونشوفه أيضا العدد الكبير من خريجي التعليم العالي والدكاترة اللي يواجهوا إلى حد اللحظة هذه في البطالة. هو بالنسبة للعلاش أنا فكرت راهو في تونس ما أني قبيلة قلت ونعاودها راهو ما عادش السيستيم اللي نمشيو به هذايا اليوم في الدولة متاعنا وإلا في الإعلام متاعنا، أنه قيمتك حتى يعني شهادتك ما عادش عندها قيمة، فهمتني؟ عاد شكون يتبعك؟ هانا نشوفوا مثلا حتى في البرامج الإعلامية، يعني اليوم تلقى فما برشا صحفيين ما يخدموش، وصارت برشا إشكاليات في الموضوع هذايا وحتى عار كبير في لي بلاتو. أكيد دخلاء على الميدان، يعني يقول لك دخلاء وما ما همش هما، يعني نحن اولى بالمكانه هذيك. يعني اليوم العالم ككل تقلب، يعني ماناش نحكيو على تونس برك، يعني الظواهر هذيا ولا الفئات هذيا اللي ظهرت يعني موجوده في العالم الكل، يعني عندهم مكانه ما نجموش ننكروها، فهمتني؟ اما ما نخليوش اللي الناس هذوما يعني ينسيونا في الناس الكفاءات نتاعنا، ديما نرجعوا لكفاءاتنا، راهو كفاءات مهمه. علاش نحنا تو نعيشوا في ازمات كبيره برشا في تونس؟ خاطر ماناش قاعدين نعتمدوا على كفاءاتنا العلميه في حتى شيء، حتى في الاعلام. نتصور ان الاعلام بتاعنا كان جاو شادينه الناس الكفاءات اللي بالحق الاعلاميه واللي متخرجين بالحق من المعهد بتاع الثقافه، نتصور يكون المحتوى اكثر فيه افاده واكثر فيه انك عندك ما تتفرج. خاطر اليوم بالحق الاعلام نتاعنا كارثي باتم معنى الكلمه، سواء كان في المحتوى سواء كان في البرامج سواء كان في كل شيء، خاصه خلينا نحكي على البرامج التلفزيونيه بدرجه كبيره. يعني انت شنو هي الرسائل اللي مرروا فيها، سواء كان عنف سواء كان يعني التعليم باش نفقدوا له في القيمه نتاعو، انك خاصه يعني شفنا برشا اللي جاوا على في البرامج التلفزيونيه وحكاوا هكايا اني ما كملتش قرايتي وانا نخلص في كذا. يعني كاينه الانسان هذاك عنده عقده من التعليم، يعني يحب هو يغطي النقص اللي هو عنده، خاطر اي انسان يحب يتعلم، اي انسان ماذا بيه يتثقف. خاطر خاصه زاد هاو ناخذ بوان اخرى، يعني حكايه قالت يعني في البرنامج انا تو مثلا نقابل الناس البرا يحكيوا باللونجلي، يعني كاين نوع نتاع تحس النقص، راهو مش انسان اللي ما كملتش قرايته يعني اللي هو انسان فرحان والا انسان، لا بالعكس، يعني هو ماذا بي يغطي كالنقص هذاك اللي عنده بالفلوس. خاطر يمشي في بالك يقول لك انا ما عنديش كما نقولوا مستوى تعليمي جيد، يعني الناس ماهيش باش تقدر اللي تقدرني انا كشخص، خاطر ما عنديش قيمه، يعني خاطر ما عنديش مستوى تعليمي جيد، دونك نولي نعمل القيمه هذيك بالفلوس. ونعرفوا الحاله هذه موجوده عند برشا ناس، يعني على قد ما تعمل فلوس يقول لك انا نعمل قيمه لروحي، مادام ما عنديش. وكانه اليوم المكان اللي المكانة الاجتماعية في المجتمع التونسي تحدد، ما عادش كما قلت احنا في تونس في وقت من الأوقات كان يعني صاحب الشهادة العلمية الكبيرة يكون معناها يحظى بقدر كبير وعنده مكانة اجتماعية كبيرة. اليوم العكس تماما، أصبحت وكأنه مشينا نحو المادي أكثر من المعنوي والرمزي. يعني الماده راهي تغاط، ما نجموش ننكروا اليوم اللي في تونس على قد ما تكون عندك فلوس على قد ما تكون عندك مكانه اجتماعيه، الناس ما عادش تقدرك على خاطر انت عندك مثلا شهاده في حاجه معينه ولا انت دكتور، هي الدوله ككل ما تقدرش كفاءتها، فما بالك بمواطنيها. يعني انا نحكي لك على اساتذه جامعيين يتعرضوا للعنف، اطباء يمشيوا يخدموا كيف يتعرضوا للعنف ما يلقاوش عقود تشغيل هشه، يعني ما فماش حتى احترام للكفاءات العلمية متاعنا، راهو ما فماش جملة حتى في الإعلام متاعنا، عمرك شي جاو شفتهم احكيوا على كفاءتنا العلمية ولا جابوا إنسان نجح، وإلا بالعكس كفاءتنا العلمية يحكيوا عليها في قنوات أجنبية ويكرموا فيهم ومتحصلين على شهائد كبيرة ومكانة كبيرة، ونحن في توس عمرنا ما حكينا على الحاجة هذه. بالعكس نحن برامجنا التلفزية واللي تحكي يعني مواضيع خاصة برشا. اليوم أنا نحب نذكر، يعني أنت كتجيب إنسان في برنامج تلفزي باش تحكي على يعني حياته الخاصه هو، يعني انت شنو هي باش تقدم اضافه وتسوق لها على انها تجربه نجاح؟ لا عمره ما الحياه الخاصه عمرها ما كانت، هما يسوقوا لها على انها تجربه نجاح. الزواج والزواج والطلاق والخيانه هذوما مواضيع خاصه، هذوما يعني انسان ما ينجمش يسوقهم يعني للعالم الخارجي، والا تخيل انسان يعني يتفرج في برامجنا نحن يكون عايش في دول اخرى يقول يعني هذه مشاكل خاصه، ما يجيش تحكي في التلفزه، ولا انسان يمر بازمه خاطر مثلا تعرض خيانه من زوجيه والا خطيبه هرب
عليه، هذه مواضيع خاصه يعني نتاع انسان قاعد في قهوه قاعد في داره باش يحكي على حاجات هذيا، ولكن الاعلام المفروض انه يعلم يثقف انه يوجه. علاش انا قلت راه كان نحبوا نصلحوا البلاد رانا نبداو بالتعليم نبداو بالاعلام، يعني الاعلام راه حاجه مهمه برشا يدخل الديار الكل، حتى خاصه زاد على وسائل التواصل الاجتماعي يعني البرامج كلها تهبط على الفيسبوك وعلى الانستغرام، يعني قاعد ياثر بدرجه كبيره حتى المسلسلات بتاعنا. فهمتني؟ شكرا لك نسرين بالقاسم على كل هذه التوضيحات اللي أفدتنا بها لليوم، مشكورة جدا. احنا ما زلنا مواصلين معاكم في منتدى الحياة في موضوعنا.